الجد علي هو علي صار الولد والشبل لازم ياخذ اطباع الاسد والشبل لازم ايه اول طبع مولاي اخذ من جده اول طبع مولاي اخذ من جده اول طبع مولاي اخذ من جده شنو خادم يطلبه ومستحيل يرده خادم يطلبه ومستحيل يرده الخادم يطلبه نصرخ احنا يا علي بالشدة لو نصرخ احنا يا شي صير اي معناته يحضر حيدر وهم ولده معناته يحضر حيدر معناته حاشا مولاي ما يحضر إيه من جدة نطلب حيدر ومنه المدد من جدة نطلب حيدر ومنه الشبل شنو والشبل لازم ياخذه إيه والشبل لازم ياخذه الجد علي وهو علي صار الولد والشبل لازم والشبل شباب بعد الشبل اي طبع الشجاعة توارثت في دم اي والله اللي جد علي شنو يصير صيح يا علي بعد يا علي يا علي طبع الشجاعة توارثت في دمه ولهالسبب هو علي صار اسمه ولهالسبب هو علي صار اسمه شو تقول إذا الزهرة الزكية يا أمه شو تقول إذا الزهرة الزكية يا أمه يعني صعب توصف إمامي بكلمة يعني صعب توصف ما لو ينزل بسيف السماء ترعد رعد والشبل لازم ياخذه ايه والشبل لازم ياخذه الجد علي وهو علي الجد علي صار الولد والشبل لازم إيه لو نقرب السيرة حياة تشبيها كل الروايات الذي يرويها اسم الرضا والدنيا يسمع لها حتى الحياة لو زعلت راضيها حتى الحياة حتى الحياة ليش اسمع من حيدري ومن فاطمة ما خذ عهد والشبل لازم ياخذ والشبل ها ها يشبه علي مو بس اسم بفعاله يشبه علي مو بس اسم بفعاله كل شيعته يحسبها من عياله كل شيعته يحسبها من عياله هن يا لحيدر جدة يا هن يا لا هن يا لحيدر جدة يا هن يا لا تج
تتشرف الدنيا تبوس على تتشرف عليك الزهراء اسمعها منك تتشرف هذا علي هذا الشبل هذا السند والشبل لازم ياخذه والشبل لازم ياخذه الجد علي وهو علي الجد علي وهو صار الولد والشبل يلا اخر بيت والشبل شباب والشبل عافية خدام كل الصفات بجدة بيم الجامعة كل الصفات بجدة بيم الجامعة كل ميت بمسحة يمينه يرجعه كل ميت بمسحة يمينه كل ميت بمسحة مثل الولي لو يبكي الله يسمعه أصبح مثل حدرنا راعي فزعة أصبح مثل حدر لو ينزل بوسط الحروب يقتل عدل والشبل لازم ياخذه والشبل لازم والشبل شباب والشبل لازم ياخذ اطباع الاسد بصلوات